بما اننا تو معنا في منطقة الأربس، الأربس مشهور بزراعة الحبوب مدة 15 سنة التالي، معناها توجد عندنا الماء ولا عندنا آبار عميقة. أصبح الفلاح معناها يزرع في الطماطم، ولت عندنا تقاليد معناها مهمة، ولت معروفة الأربس في الطماطم، وخاصة هذه الطماطم الشريحة. يجونا معناها التجار والناس معناها في الميدان هذا متاع الشريحة، يجونا حتى من قبل الموسم، يعنوا معنا اتفاقيات ونعطوهم معنا، نزودوهم بعد بالكميات اللي يطلبوها. بالنسبة للأصناف متاع الطماطم، هم زوز أصناف معروفين في تونس اللي هي الصبرة والأركول. هذه بالنسبة للمنطقة بتاعنا احنا الأربس، هذه ركزنا على الأركول بما أنها واتت مناخنا، معناها تصيب لنا بالقدية الحمد لله. وبالنسبة للشريحية معناها تشيح لهم ليه ليه. بالنسبة لعملية الجني معناها نحاولوا نركزوا حتى مع النساء في الهجم، معناها وعاملينها معناها ديما أنهم يهزوا الكعبة إلا نظيفة، الكعبة نظيفة وتبدأ حمراء وما فيهاش صخورية ومش متعفنة. بالنسبة لحطالها في صنادق طماطم الشريحة، ما يلزمهاش تكون معبية صنادق برشا، خاطر تمس صنادق في بعضها وتتعفن. بالنسبة لعملية نقلها، هو يقع إخراجها من طرف العمال، معناها الصنادق يبدو نساء يجمعوا يخرجوها للعمال للشاحنة قبل الشاحنة، ساعة يقع فرزها قبل الشاحنة، معناها قدامها هي بالضبط يقع فرزها، ثماش كعب جويدة، ثماش صفورة، ثماش متعفنة كذا، ونعبوها في الشاحنة، وكل شاحنة وين ماشي معناها للسيد اللي حاجته بها.